التطور الكبير ده هل جوميز قام بيه لوحده؟ حقيقة انه لا، ايد لوحدها ما تسقفش، في دور كمان او دورين برضو ليهم عامل كبير جدا. اولا هو دور كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، واللي هو قريب جدا من اللعيبة وحريص جدا انه يتعامل معاهم كأنه صاحب ليهم، وده بيفرق جدا. وشفنا فيديو كلنا مع كابتن عبد الواحد مع حمزة المسلوسي وهما بيلعبوا ريست، وهما بيضحكوا بيهزروا اللعيبة كلها مع بعضها بعد ماتش دريمز الغاني. كل دي حاجات مهمة جدا، كل دي حاجات يعني ممكن تعدي عليك كده مرور الكرام، بس لا، الحاجات دي لازم تقف عندها، لان من الحاجات دي انت بتقدر تطلع منها هي الفرقه عامله ايه مع بعضها، او شكل الفرقه مع بعضها عامل ازاي، او ايه اللي بين الفرقه وما بين بعضها. فتلاقي لا، في ود وحب وصداقه ما بينهم وما بين بعضهم، وفي روح كويسه. فدي واحده او واحد من اهم العناصر. في حد تاني هو كابتن احمد مجدي. كابتن احمد مجدي الجندي المجهول بجد، رجل المهام الصعبة في مع كل المديرين الفنيين اللي بيجوا في الأولى الأخيرة. كابتن أحمد مجدي موجود، كابتن أحمد مجدي ابن النادي بجد الحقيقي، ابن النادي اللي بيشتغل في صمت تام. عمرك لا تسمع صوت كابتن أحمد مجدي ولا تعرف كابتن أحمد مجدي بيعمل إيه، هو فارق طبعا مع الفريق. شوف جوميز طبعا لو ما بيثقش فيه ومش عارف إن هو عنده وجهات نظر فنية بتفيد الفرقة ما كانش يستمع ليه، ولكن دايما بيتشار معاه، دايما بيستمع ليه. حتى تلاقي في فيديوز كده منتشره الفتره الاخيره ان جامز بيتكلم مع اللعيبه جنبه كابتن احمد مجدي، بيترجم للعيبه، بيفهم اللعيبه بالظبط طريقه اللعبه هتبقى عامله ازاي. فهو برده جندي مجهول داخل الجهاز المعاون، ليه دور كبير جدا مع الفرقه، واحد من الناس اللي ليه مستقبل كبير جدا. حبه كمان لناديه ولفرقته ده انت تقدر تشوفه وتقدر يعني تلمسه وتقدر تلاحظه بسرعه البرق، هو قد ايه حابب الفرقه وقد ايه حابب شغله وقد ايه بيشتغل على نفسه عشان يطلع احسن ما عنده من اجل كمان الزمالك. تطوير ذاته دايما ده فارق كتير جدا، لان كل الخبرات اللي هو بيكتسبها هو بيطبقها مع الفريق. فانا عشان ذكرت جوزيه جوميز اللي تولى المهام في وقت قصير جدا وقدر يعمل اندماج او حاله كويسه جدا داخل الفريق، فاكيد اللي ساعده في ده طبعا هو كابتن عبد الواحد السيد وكابتن احمد مجدي. فهي كلها كده الجهاز الفني مع الجهاز المعاون كلهم بصراحه مقدين اداء حلو جدا، لازم كلنا نشيد بيه ولازم كلنا نتكلم عنه عشان ما يبقاش الدور بس مقتصر على جوميز. لا، لولا برضو وجود كابتن عبد الواحد السيد وكابتن احمد مجدي فهم الثلاثه مشكلين فريق قوي جدا جدا جدا، ظاهر على الفرقه وكلنا شايفينه على الفرقه دلوقتي. واحده برضو من الحاجات اللي عايزه اتكلم فيها وعجباني في مستر جوميز هي اداره فريق الزمالك، واللي اقصده هنا فكره تصعيده لبعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين. هو صعد المدافع احمد رفاعي والجناح الهجومي محمد صلاح ثنائي فريق 2003، كمان عمار ياسر الجناح الهجومي الفريق 2005، محمد السيد لاعب وسط فريق 2006، والشناوي حارس فريق 2004، وكمان عمر عبد العزيز عمر هو حارس فريق 2008. ده بياكد اللي انا كنت لسه بقوله لكم، ان جامز مش بس جاي يحقق بطولات، هو بيفكر لمستقبل الزمالك. الراجل مش بيدور بس على اللعيبه اللي جاهزه طول الوقت اللي تنزل تخلص لي الماتشات اللي وقت ما ادفع بيهم في المباراه يكونوا جاهزين، لا، بيفكر لبعد كده، بيفكر ازاي اللعيبه دي اطور من مستواهم واخليني ان انا ابني جيل جديد للزمالك من اللعيبه الشباب دول في مراكز مختلفه. وانا واثقه ان وجود الاسامي دي مع مستر جامس في التدريب ده طبعا يا جماعه هيزود من ثقتهم في نفسهم كويس جدا، كمان هيزود من خبراتهم الفنية. أنا السياسة دي معاها قلبا وقالبا الصراحة، أنا السياسة دي بحب جدا أن يتم تطبيقها، واستمرارها مهم جدا عشان تقدر أنت كفريق تستفاد من العناصر المميزة عندك في القطاع. احنا عندنا منجم ذهب، فضروري جدا أن أنت تستفيد منه، أن أنت تطلع منه مواهب، ضروري جدا أنت لما تطلع منهم مواهب ليه الفريق الأول ده كمان هيحمسهم أكتر ويحفزهم أكتر أن هم يشتغلوا هم كمان على نفسهم أكتر، لأن عندهم أمل كبير جدا أن هم يصعدوا مع الفريق الأول ويتمرنوا مع الفريق الأول. فأنا شايفة أن دي واحدة برضو من السياسات الصراحة اللي الواحد لازم يشيد بيها في هذه الفترة، فترة الزمالك بيعيش فيها أسعد
لحظاته. اتمنى يا رب ان هي تدوم، وزي ما احنا اتكلمنا في البدايه عن شهر ابريل واهميه وكل الانجازات اللي الزمالك عملها خلال شهر ابريل وكل لحظات السعاده اللي احنا عشناها في هذا الشهر.